عندنا النهارده فراخ اللي احنا نعملها النهارده بالسبانخ، اتمنى ان شاء الله تنول اعجابكم. بسيطه جدا وفكرتها سهله وفي نفس الوقت قيمتها الغذائيه عاليه جدا. على فكره الجبنه الشيدر والجبنه الموتزاريلا مفيدين جدا، وهنتكلم عن فوائدهم الغذائيه واحنا شغالين ان شاء الله. السبانخ طبعا ونسبه الحديد اللي فيها برضو هنتكلم عليها، والدجاج بتاعنا اللي احنا هنبدا نتبله اللي هو الصدور، هنبدا نديها التتبيله بتاعتنا المحترمه اللي هي ميه بصل وملح وفلفل وبهارات، وبعد كده عندنا البابريكا، بعد كده عندنا السبانخ الحشوه بتاعتنا زيت زيتون، بصل مفروم، عندنا سبانخ، السبانخ لو عندها فريش هسلقها الاول وافرمها وبعد كده احطها في الخلطه، او ممكن انت تشطفي الورق بتاعها لو فريش وتفرميه وتشوحيها مع البصل، بعد كده عندنا الجوز الطيب، وبعد كده عندنا شويه من الجبنه الحلومي او روكيتا او بلاش خالص لو ما عندكيش مفيش اي مشكله، بس دي جبنه حلومي انا جبتها وبدات انقعها في الميه اكتر من مره عشان اشيل منها الملح تماما، ودي التشيدر بتاعتنا اللي انا هبدا احطها كحشو من جوه ومن فوق برضو. نبدا حلقتنا، بسم الله الرحمن الرحيم. كريم وهي مرتبه لي الرف ده بيفكرك بعبد الغفور البرعي لما دخل المخزن. والله فشل حاجه راح كل حاجه هتقع عليه. نفس الموضوع بالظبط ام كريم عامله فيها الموضوع ده. ايش المسلسلات الجميله الواحد بصراحه ما يقدرش ينساها ابدا. تعالوا بقى نشوف ايه الفراخ هنعملها ازاي. الصدور مبدئيا ايه، هنجيب بايركس برضو عشان نبدا نتبل فيه. نبدا نمسك الصدور بتاعتنا ونبدا نعملها ايه، نفتحها ساندوتش. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل طبعا اي دهون فيها. ونفتحها ساندوتش كده بس ما نفتحهاش من جوه قوي اهي زي ما انتم شايفين. نفتح واحده ونفتح الثانيه برضو. ميني أزرون تحت اهو سندوتش اهوت زي ما انتم شايفين الحاجه، عشان هنبدا نحشيها ان شاء الله من جوه واوريها لك الحشو هيبقى عامل ازاي. بنشيل اي دهون كده على الحاجه ونبقى طبعا غسلينها ومدينا عصير ليمون ومظبطين الدنيا فيها كويس قوي. وبعد ما نفتحها كده السندوتش بتاعنا نبدا ان احنا نتبلها. نحطها هنا وبعد كده نديها الفلفل الاسمر، فلفل اسمر ولو عندك فلفل مجروش يكون افضل. وبعد كده نديها الملح. بعد كده بديها ميه البهار البابريكا بتاعتنا وشويه بهارات الفراخ. على الجنب التاني برضو اديها الفلفل الاسمر واديها الملح واديها البابريكا واديها بهار الفراخ، وبعد كده اديها ايه ميه البصل ونسيبها تتبل معايا يعني لمده ساعتين ثلاث ساعات، تكونوا في الثلاجه تكون افضل. تمام كده، ده بالنسبه لايه لاول حاجه عندنا اللي انا تبلت عندي الصدور بتاعه الفراخ وظبطتها. طيب تعالوا نروح عندي على الطاسه على النار عشان نبدا نعمل عندنا الحشو بتاعتنا. الحشو عباره عن ايه، ادي زيت الزيتون، حط زيت الزيتون بسرعه، نضيف عندي البصل زيت الزيتون مع البصل بيدي ريحه قويه جدا قويه جدا بجد. هنا السبانخ هقوم منزلها بس رايح كده تاخد بس تاخد اللون الذهبي الحلو. واخلي عندي الحاجه تكون يعني تتبل اكتر، كل ما تتبل كل ما يكون افضل.
وندي بشر الجوز الطيب عليها. بعد ما خدت بشر الجوز الطيب بقوم مديلها عندنا شويه من البهارات وشويه من البابريكا وبعد كده شويه من الملح والفلفل. خلي بالك طبعا ان انت هتجيبها من الفريزر، هي دي طبعا من يعني فروزنج، فجبتها وبعد كده سبتها تحل، نزلت الميه اللي فيها وبعد كده بدات ان انا اشوحها مع البصل، فهي اصلا واخده نسبه من السوى. نقوم حاطينها واسيبها عندي تبرد وبعد كده هنبدا نحشي بيها الايه؟ الفراخ بتاعتنا. جربيها ان شاء الله في البيت حشوه السبانخ ديت، ممكن تحشي بيها على فكره الديك الرومي برضو، حشوه السبانخ دي هتعجبك جدا. نقوم واخدين ايه بقى اخر حاجه، بس بعد ما تتشوح شويه، خليها تتشوح براحتها خالص، خدت الملح والفلفل ووسط الطيب، بسيبها عندي على نار هاديه شويه يعني حوالي 10 دقائق كده كمان تبدا اللي هي تستوي معايا وتتحمص مع البصل. هنبدا اخر حاجه نضيف عندنا الجبنه الحلومي بتاعتنا، دي حشوه السبانخ بالجبنه الحلومي، شكلها زي ما انتم شايفين كده هتطلع. بعد كده هنبدا اللي انا ايه هحشي بيها صدور الدجاج، بس بعد ما تبرد شويه يعني ما استعجلش عليها. هناخد فاصل وبعد الفاصل ان شاء الله هنبدا نكمل مع بعض الحشوة ديت الجميلة، على ما الجبنة بقى تبدأ تسيح من عليها كده من فوق، بدأت الجبنة تسيح اهيت بتاعتنا، وبعد الفصل إن شاء الله نكمل. نبدأ نعمل إيه بقى؟ نجيب عندنا الصدور بتاعتنا بتاعت الفراخ اللي عندنا، وببدأ اللي أنا أحشيه عندنا بالجبنة والسبانخ اللي إحنا حطيناها. ببدأ اللي أنا أفتح كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ونحشي بالجبنه كويس جدا، والجبنه الشيدر والسبانخ الاثنين مع بعض، ونقوم واخدين الخله الصغيره ديت قافلين بيها، اهيت ناخد برضو التانيه، طاسه بقى عندي على النار السبانخ بناخدها ونحطها في النص، املي بقى زي ما انت عايزه على قد ما تقدري، ونقفل نشيل الزيادات ديت، والتانيه كده جاهزه حلوه والله ولذيذه وسهله ما فيهاش اي حاجه، والقيمه الغذائيه بتاعتها عاليه جدا. اي خضار سبحان الله قيمته الغذائيه عاليه، يعني اي حاجه بتفيد الخضار سبحان الله بيفيد الجسم كويس جدا. مفيش حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلقها الا ما كانت بتنفع الانسان. زيادة بنقوم شايلينها كده بايدينا، شفت انا بملى الحاجة كويس قوي عشان تبقى مليانة قدامي وتبقى زي الفل، عشان برضو ما تبقاش الايه الحشو يبقى فارغ جواها. ماشي، بعد كده تقوم شايلين ديت، هي المنديل وبص يا خال، نقوم جايبين السكينه بتاعتنا شرطين كده، لاني ما رضيتش اشرطها في الاول عشان اعرف املكها كويس وانا بحشيها.
بعد ما شرطناها كويس جدا بنقوم واخدينها طبعا نروح فين عندنا على الطاسة عندي على النار عشان هنبدأ اللي احنا نشوحها. السبانخ اللي بتتبقى منك ديت تشيليها حطيها في كيس ودخليها عندك الفريزر عندك تستخدميها في أي وقت تاني وتستخدميها في حاجات تانية كتير. ممكن تعملي بقى صينية جلاش بالسبانخ عادي يعني مفيش أي مشكلة. ناخد عندنا دي ونحطها عندنا في الفريزر نعمل شوية مثلا بالسبانخ جلاش بالسبانخ ورقة بالسبانخ فهتنفع معانا تبقى زي الفل. نقلب سبانخ شكلها كده وهي طالعة من الفراخ حاجة تفتح النفس بجد. نحط شوية زيت عليها ونسيبها لحد ما تبدأ اللي هي تستوي معايا. كل ما تقفليها أفضل كل ما تقفليها كويس كل ما يكون أفضل طبعا كتير جدا. هنعمل بقى إيه دلوقتي بقى هاخد عندي دي زي ما أنتوا شايفين تبدأ اللي هي تتشوح عندي على النار. شفت المارك اللي أنا عملته حمدي عامل إزاي في بالسكينة؟ أنت جميل يا حمدي والله جميل ما شاء الله عليك. من المخرجين الجمال اللي أنا بحبهم هنا حمدي. خلاص الفراخ بتاعتنا بدأت تستوي معايا فابدأ ان انا اخدها فين؟ على اطباق الفاهيتا الجميله دي زي ما انتم شايفين كده شكلها شيك قوي. ببدأ ان انا اخدها كده اسيبها على الطبق عندي واقوم مدخلها عندي الفرن تاخد شويه تسويه كمان عشان اعمل لها صوص جبنه كده محترم وننزلها عليها من فوق. هي تاخد ثلاثه بقى ناخد الكلام ده كله. طبق شكله حلو يعني اهم حاجه تقدري تحمري الحاجه حلو كده زي ما انت شايفه تقدميها بالشكل ده. يعني انت بتعمليه وتسيبيه ما تدخلوش الفرن الا قبل الفطار بحوالي 10 دقائق او بربع ساعه وبعد كده بتقوم حضره عندك الصوص بتاع الايه الجبنه. مش هنحضره دلوقتي واحنا شغالين بقى نعمل حاجه بس بسيطه عشان نقفل البند ده تماما. اللي احنا حطينا هنا الكريمة ربع كوباية كريمة طهي او ربع كوباية من الحليب على كوبايتين اتنين من الجبنة الشيدر وعلى النار الكلام ده كله لحد ما يبدأ يسيح معايا. الفراخ تطلع معايا على طول نحط عليها الجبنة من فوق ونقدمها مع بعض. كل ما تقلبي كل ما تبدأ تسيح معانا بس الأهم حاجة قبل الفطار بقد إيه مفيش يعني خمس دقايق تكوني عاملة الصوص الجبنة ده فمش هياخد منك وقت. كل ما هيشم النار كل ما هتلاقيه بدأت تفك معانا. بسم الله شايفه بقى عامل ازاي اهو ولسه كمان هيبدأ يحل معايا اكتر واكتر قدامك اهو بدأ يبقى كريمي. كل ما تقلبي فيه هيبدأ يحل معايا وحاجه سهله جدا واسهل صوص جبنه تقدري تعمليه في حياتك. ادي الجبنه الشيدر مع الكريمه بتاعتنا اللي احنا عملناها وعندي الفراخ في الفرن. اعتقد كده بقى ما شاء الله زي الفل مش محتاج اي حاجه اهو. شايفه المطه بتاعته واللمعه بتاعت الجبنه نفسها قدامك حاجه سهله جدا يعني ما فيهاش اي مشكله خالص. طيب سيبها كده على نار هاديه وبعد كده نبقى نرجع لها تاني. تعالوا بقى نشوف الفراخ بتاعتنا. طبعا صوص الجبنه لو جمد معاكي بتدفيه تاني عندك على النار. الصوص الجبنه اللي انا عامله ده للاكل على طول يعني ما ياخدش وقت معاكي يعني ما تقعدهوش وتبرديه لا هو مجرد ما تحطيه على النار
طول ما الحاجه دافيه هيفضل سايح معاكي، لو الحاجه بردت معاكي هيبقى جامد معاكي، فتخلي بالك من الموضوع ده غير التاني، لانه في نوعين اتنين منه. اول واحده وادي الثانيه، ده هقدمه كده من غير جبنه. فهنعمله ازاي؟ خضار سوتيه للجنب كده، السلام عليك يا استاذ حمدي. والتاني برضو هقوم واخد عليه ايه؟ الجبنه بتاعتنا اللي احنا عملناها. عايزه بس تسيع على النار. ماشي، هننزل مقاديرنا دلوقتي وهننزل بقى كل حاجتنا على ما بس افكوا حاجه بسيطه جدا على النار. ودي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى ان شاء الله الحلقه تقول اعجابكم.